أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني لحضور المباراة النهائية على كأس جلالته لكرة القدم التي أقيمت مساء اليوم والتي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الحالة، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المدعوين وجمهور من مشجعي الفريقين. ولدى وصول الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى المنصة الرئيسية باستاد مدينة خليفة الرياضية عزف السلام الوطني. وفي ختام المباراة توج الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني نادي الحالة بكأس جلالة الملك لكرة القدم بعد فوزه على النادي الأهلي بركلات الترجيح 6-5. ونقل سموه لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز، معربا عن اعتزازه الكبير بحضور هذه المباراة النهائية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه على ما تتمتع به الرياضة في البحرين من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والذي كان له كبير الأثر فيما وصلت إليه الرياضة البحرينية لمراحل متطورة عززت من موقع البحرين على كافة المستويات، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة لكافة الأندية التي تحرص على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في رفع اسم البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وقد هنأ سموه فريق الحالة بمناسبة فوزه بلقب مسابقة كأس جلالة الملك المعظم لهذا الموسم، مؤكدا سموه أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات مميزة طيلة منافسات هذه المسابقة والتي منحته معانقة الكأس الغالية، معربا سموه عن خالص تهانيه إلى مجلس إدارة النادي على هذا الإنجاز، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي لتهيئة الأجواء للفريق لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب، مشيدا سموه كذلك بالمستويات الطيبة التي قدمها فريق النادي الأهلي طيلة مباريات المسابقة، متمنيا له التوفيق في مشاركته المقبلة. كما أثنى سموه على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في حسن الإعداد والتنظيم لهذه البطولة والدور الكبير للاتحاد واهتمامه بكل النواحي الفنية والإدارية لهذه اللعبة التي حقق فيها أبناء البحرين نتائج مشرفة، متمنيا سموه مزيدا من النجاح والتوفيق لجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم والأندية الوطنية لتحقيق مزيد من المنجزات على صعيد هذه الرياضة.